وتحتفل مملكه البحرين في الاول من ديسمبر من كل عام بيوم المراه البحرينيه وذلك تتويجا لعطائها ومشاركتها الفاعله في التنميه الشامله التي تشهدها مملكه البحرين. وتم تخصيص هذا اليوم الوطني للاحتفال بيوم المراه البحرينيه في التنميه الشامله وتسليط الضوء على انجازاتها في جميع المجالات. منذ انشاء المجلس الاعلى للمراه في عام 2001 وهو يضع اللبنات الاولى لنهج عمله وبناء الهيكل التنظيمي لاحتياجات المراه وحقوقها حتى يسير بخطى ثابته نحو الانطلاقه الى مجتمع يؤمن بقدره المراه على العطاء وتحمل المسؤوليه والمشاركه في تطور وتقدم وطنها على كافه الاصعده. فالجهود العظيمة التي قادتها صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله ودورها المتميز في التعاطي مع شؤون المرأة وتمكينها وضمان تقدمها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والسياسية والتي عملت تحت مظلة المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المعظم حفظه الله ساهمت بشكل واضح في احداث نقلة نوعية على صعيد مشاركة المرأة البحرينية في كافة المجالات. فالمرأة البحرينية قدمت اروع الامثلة في مسيرة العمل الوطني كما وحققت نجاحات استثنائية عدة جسدت الاسهام الحقيقي لها في نهضة البلاد وتقدمها باعتبارها احد الاركان الاساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين. وفي ظل كل هذه الانجازات المتحققة وهذا العطاء الذي لا ينضب انبثقت فكرة لا ومثت السماء في عام 2008 فكرة اختارتها صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتعبر عن تقديرها للمرأة البحرينية واعتزازها بما حققته في كافة المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها وهي تخصيص يوم للاحتفال بيوم المرأة البحرينية واعتباره يوما وطنيا يشارك المجتمع المرأة البحرينية إنجازاتها في كل مجال ويحتفي بتقدمها ومشاركتها الكامله في عمليه التنميه الوطنيه تحت شعار قرات تعلمت شاركت ليختزل لنا هذا الشعار حكاية مستمرة بطلتها المرأة البحرينية والتي تدرجت منذ جيل الرائدات اللواتي قرأنا وتعلمنا لتستمر شراكتها اليوم من المنطلق ذلك الحماس والإصرار لتكون البحرين دوما عنوان البناء والتطوير لذا جاءت فكرة تخصيص يوم وطني للمرأة هو تأكيد على التزام المملكة وإيمانها بالدور الفاعل للمرأة في بناء المجتمع وقدرتها على تخطي الصعاب واعترافا باسهاماتها التنمويه المختلفه ودفعها نحو مواصله تحقيق اعلى المكاسب لها ولمجتمعها ومنذ انطلاق هذه الفكره الوطنيه ومملكه البحرين على موعد في الاول من ديسمبر من كل عام لتحتفي بانجازات المراه البحرينيه في كل محفل سواء في المجال التعليمي والطبي والعمل التطوعي والاقتصادي والرياضي والاعلامي والعسكري والهندسي والعدلي والقضائي والتشريعي وفي مجالات التكنولوجيا وعلوم المستقبل وتبوئها للعديد من المراكز القياديه وصنع القرار وغيرها من المجالات التي التي اثبتت فيها المراه البحرينيه انها قادره على ترك بصمتها وان تكون شريكا حقيقيا في عمليه التنميه المستدامه ولقد عمل المجلس الاعلى للمرأة على توفير الارض الخصبة الغنية بالمبادرات والتشريعات والبرامج والاستراتيجيات الداعمة للمشاركة التنموية للمرأة البحرينية ليجني اليوم ثمار كل هذا من خلال تحقيقه لاهداف عدة ومنها تتويج المرأة البحرينية دوما في اعلى المناصب باعتبارها مرتكزا اساسيا لاستشراف مستقبل المرأة في كافة المجالات والقطاعات فضلا عن دعوة جميع الجهات الوطنية للتعامل لخلق مستقبل المستدام للمراه البحرينيه بما يتوافق مع الرؤيه الاقتصاديه لمملكه البحرين ان المراه البحرينيه تعيش اليوم ازهى عصورها كشريك اساسي وفاعل في المسيره التنمويه الشامله بقياده جلاله الملك المعظم ومتابعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومن خلال ما تحظى به من دعم متواصل من قبل المجلس الاعلى للمراه برئاسه سمو قرينه جلاله الملك المعظم رئيسه المجلس الاعلى للمراه في دعم وتقدم المراه البحرينيه وتعزيز مكانتها في شتى المجالات